هاي الخشة وهاي الخشة. هاشم الخشة اللي انت فيها فيها مفاجأة ولا لا؟ فيها مفاجأة. فإخوان اكتبوا لي بالتعليقات، ركزوا معي ركزوا معي، إذا الفيديو هذا بوصل 2000 لايك والله العظيم لأفرجيكم شو في بالخشة هاي. مساء الخير، أسعد الله مساءكم إخواننا حبايبنا المتابعين. طبعا بعد ما عودنا الحمام على السطح الجديد وعلى الخشة الجديدة وعلى التحبيس الجديد، هسه صار عندنا موعد اللي هو تقواية الحمام، شدشد جنحانها. هسه زي ما انتم عارفين الطير الجديد أو الطير الطبيعي، ركز معي بس شوي بالكلمتين هدول عشان تفهم شو قاعد بقول لك. اولا انا مريض، ماكل هواء طول اليوم، مريض اقسم بالله. حتى حلقه ما صورت اليوم، فجاي يعني خليت صاحب لي صور لي حلقه على سطحه وبدي يبعث لي اياها وبدي انزلها. كلكم اكيد شفتوها يعني الحلقه. ف اللهم صل على سيدنا محمد. من كتر ما انا تعبان بصراحه والله العظيم طول اليوم ما طلعت غير الصبح يعني، وظليتني نازل عليها لحد الآن. بس يا إخوان صار لازم أشتغل على الحمام هاي طحن ودعك. طيب هسا هاي مطارها مطار طير عادي عشان تعرفوا، وأغلب الناس ما بتعرف هذا الحكي. مطار الطير العادي اللي هو ضرب الجناح وخفيفة وضعيفة اللي إحنا عارفينها يعني، عرفتوا كيف اللي إحنا عارفينها. طبعا إحنا يعني صليت المغرب وطلعت، صليت في الدار لأني تعبان، عدنا المغرب وطلعت شوية وبتقوم الصلاة عشان تكونوا عارفين. فالحمام هاي يا إخوان لازم نشد جناحها. كيف نشد جناحها؟ ضربة جناح الطير هاي تعتبر ضربة الجناح العادي، ضربة جناح الطير العادي، مش ضربة جناح الطير اللي فيه سرعة، الطير اللي بشق السما شق، الطير اللي بخش من الحيطة يطلع بالشقة الثانية، لا هذا مطار عادي. طارت يعني ركز عصبعي على ايدي هيك تلقاه بطير عادي طبيعي طبيعي. هسا انا هاي الفراخ بدي اخلي مطارها مش طبيعي، ركز عيدي قبل هيك حمام، هسا الحمام هسا هيك بتطير، انا بدي اخليها تطير هيك. شايف كيف هاي الحركة؟ بدي اخليها تطير هيك. طب شو اللي بيخلي الطير يعمل هيك؟ تمام؟ دعك الليل، دعك الليل، طحن الليل هو اللي بيخلي الطير يعمل هيك. طيب أبو يوسف قديش بدك تأخذ معك هاي الحمام؟ طبعا هاي الحمام أصلا المفروض أشتغل معها مش هسة، لأنه الحمام بواقي صماي مش صماي ورداي، بواقي ريشتين، إشي أخلف، إشي صماي، إشي رداي، إشي ثلاث، عرفتوا كيف؟ إشي أخلف. فالمفروض اني استناها كلها تخلص، ولكن احنا بدنا نلحق حالنا ونطلع موعد السنه هاي. مع العلم يا اخوان برجع بقول لكم والله العظيم لازم تفهموا علي شغله، والله ما عندنا موعد يعني. هسه هسه المفروض طلع، احنا صح طالعين من شتاء، هاي انا شاطف في السطح واموري تمام الصبح، صح طالعين من شتويه، بس على الاقل على الاقل لازم تلاقي حدا في كشتين ثلاثه هسه قاعدات بخبطوا ببعض. يعني شباب عمان اللي بالمخيمات اللي في اماكن كبيره ومكتظه بيعرفوا شو يعني انه هسه الحمام لحد الان قاعده بتخالط. فإحنا أنا كأبو يوسف فيش غير أنا في كل حارة اللي كاششها، تخيل يا صديقي. طب وين الموعد؟ وين الكش؟ وين الخليط؟ عشان تصدقوني لما أقول لكم إنه إحنا ما في عندنا موعد يعني ما في عندنا موعد. طيب كل قديش بصير عندكم؟ والله يا إخوان صدف يعني، الصدف بصير عندنا موعد وحمام تمشي وحمام تخالط وإذا كان في كوم إلا ما يطلع لك واحد يخرب عليك زي اللي حكينا قصته هذاك وخرب علينا. فالفكرة يا إخوان إنه اللهم صل على سيدنا محمد قامت الصلاة. طبعا يا إخوان نذكركم بالصلاة، الصلاة يا إخوان عمود الدين يعني والله العظيم يا إخوان، لولا يعني بدون صلاتك ما بتصير يا إخوان. إذا إنك أنت مرضي ربك، ربنا برضيك، بحبب الناس فيك، ارضي ربك صلي وربنا مش حينساك. أما أنت مش عارف شو يعني صلاة ومش عارف شو يعني دين ومش عارف شو يعني ربنا، فربنا إشي طبيعي إنه مش حيسأل فيك، رغم إنه ربنا كريم ورحمته واسعة، ولكن بقول لك يعني بمعنى الحكي إنك لازم تعرفني أو تعمل إشي يخلي يقربك لربنا، عرفتوا كيف يا إخوان؟ فأنت لازم تصلي، والصلاة يا إخوان مش عاطلة. إذا ما أنا أدى الأذان خلص على طول، صليت طلعت على السريع وهيني لحقت وكاشش هيني، عرفتوا كيف؟ فإخوان الصلاة كليتها 3 دقائق، 3 دقائق بتكون خاتم مخلص الصلاة، مش هالإشي صلاة المغرب ولا إشي يعني، عرفتوا كيف يا إخوان؟ فأنت دائما خليك مع ربنا ولا تسأل. طبعا هاي الحمام يا إخوان زي ما قلنا لكم بنقوي فيها، بنقوي جناحها، مش بنقوي فيها، بنقوي جناحها. طيب هسا في نوعين من التقواي، فيش حدا على اليوتيوب حكى لكم اياه عشان تكونوا عارفين، أنا متأكد منه. في نوعين من التقواي، تقواية الليل هاي مش لتوعية الطير، تقواية الليل هاي بتقوي جناح الطير وبتقوي سرعته وبتفتح نفسه،
طب كيف انت بتهبل علي ابو يوسف؟ شو يعني تقواي؟ شو في نوعين من التقواي؟ في نوعين من التقواي، في نوعين من التقواي. هاي التقواي فارطه على الفاضي، هاي بس بتقوي جناح الطير. طب بتوعيه؟ لا ما بتوعيه للاسف. طب شو اللي بوعيه؟ صبح، صبح الطير بيوعى. ليش؟ لانه بيطلع بدور، بيمشي بروح يمين وبروح يشمال، وبيطلع غاد وبيرجع هان، وممكن يقطع وممكن ينقطع وممكن يخلط. بينما على المغرب انت بس بتقوي جناح طيرك، يعني ولا فيك ولا فايدتك غير انك بتقوي جناح طيرك. يعني الطير ما بقوى، يعني الطير لو تضلك 100 سنه تكش حمامك على المغارب زي هيك ويطيروا 10 ساعات على الليل، بتيجي بتخلط فيهم مع واحد الصبح بنصادم. طب حمامي قويه بتطير ساعتين في الليل، ابو يوسف تتخوت علي انت؟ فعلا بتطير ساعتين بالليل وجناحها قوي، بس الطير كشف؟ لا. الطير حفظ؟ لا. الطير قطع؟ لا. الطير خلط؟ لا. معناته ولا فيه ولا في تقوايتي. عشان هيك بقول لك هاي مكمله لبعض. هسه احنا بنفتح جناح الحمام، بنفتح نفس الحمام، بنخلي الحمام جناحها قوي، الحمام بنخلي جناحها قوي، بنشتغل عليها في التقواي، وبعديها يا معلم بنبلش معها في التوعاي. هاي فراخ، لانه فراخ نشيطه تطلع، وانا جربتها اصلا يعني قبل هالمره فرجيتكم اياها يوم جمعه، كانت ما شاء الله عليها طلعت فوق ودورت، طلعت على الحاره لفوق دورت. طبعا احنا هيك يومين ثلاثه الحمام حصير في حمام ينزل غصبت عنا، حمام يقع، حمام ينزل على الغيه من التعب، حمام ما يكملش، هذا طبيعي. بس يومين الثالث بصير احط الطاره واقعد اظني اتفرج عليها ساعتين ثلاثه، ما تحطش، مش ساعتين ثلاث يعني ساعه نص ساعه ما تحطش. تمام. طبعا زائد يا اخوان انه في شغله برضه فيش حدا حكى لكم اياها على اليوتيوب، الطير هسه اعمى، الطير هسه اعمى، هاي بنحكي لكم اياها لقدام. انا راح احكي لكم شغلات والله العظيم ما حدا حكى لكم اياها على اليوتيوب، ما حدا حكى لكم اياها على اليوتيوب، ممكن انتم سامعينها من ناس ثانيه بس على اليوتيوب هاي معلومات خاصه، هاي معلومات حصريه عند ابو يوسف بس. الطير اعمى، افرجيك كيف الطير اعمى؟ تعال خليني افرجيك. تعي تعي تعي، الجو فاتح شوي يعني لسه ما ليلت منيح، بس بدي افرجيك كيف الطير اعمى. تعي 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 تعي، بس تشوف بجاوبك كيف يعني طير اعمى. تعي تعي. طبعا انا الي هاي ثاني يوم هيك اشي، بس تعي تعي تعي. طلع 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 طلع، كيف بتخبط ببعض؟ طلع طلع طلع، كيف تقع على الرفسه وقوع؟ شايف؟ طيب شو الفكره من هاي يا ابو يوسف؟ الطير اعمى يعني الطير اصلا ما بشوف على العتمه، الطير ما بشوف على العتمه. هاي معلومة ما حكيتهاش لحدا، أول مرة بحكيها عندي على اليوتيوب عشان تكونوا عارفين. الطير ما بشوف بالعتمة. طيب كيف بدك تخليه يشوف بالعتمة؟ بالفيديوهات الجاية إن شاء الله شوف عودتهم وين؟ أول ما أحط المعلف جوا بتفوت الفراخ، فيش مجال. إن شاء الله شوف كيف بخابط الحمام ببعض، إذا بتلاحظوا بخابط الحمام ببعض، ولسه الدنيا ما عتمت صح يعني، ما عتمت صح. فإن شاء الله لقدام بنقول لكم كيف نخليهم يشوفوا بالعتمة، كيف تعرف انه الطير صار يشوف بالعتمه، وكيف تعرف انه الطير لسه ما بشوفش، كيف تقوي جنح الطير. هذا ان شاء الله بالفيديوهات الجايه راح نعمله مع بعض على الفراخ هاي. طبعا يا اخوان انا من زمان عشان تكونوا عارفين ما كنت بعمل قويه خاصه لي، كل سنه بغير قويه، بدليل ان انا بعت قويه، بعت قويه اشتغلت عليها شويه وطلعتها مرتين ثلاثه موعد، ولقيت انهم في دق وشر، ما طلعتش وبعتها وطلعت فراخ من عندي. هاي تعتبر فراخ سطح، جبتها فراخ تتذكروها كلكم قبل 4 5 اشهر كليتها بواقي الستة والسبعة، كانت ستة سبعة أربعة خمسة زي هيك بواقي، فاشتغلت عليها وزبطتها. وانا نفرجيكم بس شغله صغيره كيف صارت. يو 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 ايش على الصفرة، شوي شوي بنشتغل عليها اكثر. شوف بس ها على الصفرة، شوي شوي بنشتغل عليها اكثر. انا بشتغل معها في شغلات بصورها وفي شغلات ما بصورها، بس لازم اعلمكم على الشغله هاي، لازم تعرفوها. قلنا لكم اول شيء في الفيديو قلنا لكم لازم تقوي جنح الطير وبعدين توعيه. هاي اسمها تقواي، الليل اسمها تقواي، تقواي تقواي جنح، فتح نفس، تقواي سرعه، تقواي عضل، والصبح اسمها توعي. بعدين قلنا ايش بدنا نعرف الطير او الطير اعمى، هسه الطير اعمى كيف نخليه يشوف؟ برضه قلنا لكم راح نفرجيكم اياهم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. خليكم معنا، هي خلصنا الفقره تبعت الليل، خليكم معنا لبكره الصبح نشوف شو بصير معنا. طبعا هدول حنشتغل معهم صبح، بس لما نشتش الجنحاني لما اشوفهن خرج
خارج كلبنا سوريين. المهم خير، طبعا تحيات من الشعب السوري، اول جمهور متابعين اكثر من جمهور الاردني. تعرف انه اغلب تقريبا 40 او 55% من اللي بتابعوني على اليوتيوب اغلبهم من سوريا، تحياتنا لكم. المهم تمام، فاللي بشوف بس اشوفهم خرج يطلعوا نهار، نطلح اسبوع نهار الصبح بس، يمشوا يدوروا ويقلبوا الدنيا، وبعدين يا اخوان نلبدهم موعد وبنطلع فيهم موعد مع بعض. بعدين نرجع بنقول لكم انه هاي مخاليف المفروض ما تطلع موعد، الاصول هيك بتقول، ولكن احنا بطلنا نرد، صارت امورنا كل واحد يكشع كيف، وبطل حدا يشتغل في الاصول. يلا يعطيكم العافيه، صباح الخير. صباح الخير، مع المرض ووقع التلفون واكلنا هو مسك هاشم. انسى، احلى شيء انك تصور الفيديو زي ما هو. وقع التلفون، انكسر التلفون. اسعد الله صباحكم. طبعا يا اخوان هسه مروح من المستشفى، والله العظيم اخذت ابره، ابرتين اعطاني، ما رضيش يدمج لي التنتين مع بعض، قال لي لا كل واحده لحال لازم. هي معلم ما انسى، اكلتها تمام. طلعنا عند الحمام انا وهاشم هالساعه، نطعم الزواجل، نصورهم يا هاشم. طبعا في طيره هي مريضه، شايف كيف راسها يمه سجاد. لسه المفروض اني انا ايش اعمل فيهن؟ المفروض اني اعزلهن الفراخ هاي، او يجي ياخذهن احمد العايد، بس احمد العايد ما اخذهن، وانا مش فاضيهن، بديش اكش زواجل السنه هاي، فبخليهن يشدشدوا حيلهن وبحطهم بالغيه ان شاء الله، بس اول ما الدنيا تشمس شوي، يعني ناخذ شمس. طبعا امبارح الدنيا كبست علينا، ولا حتى قدرت اصور فيديو غير هيك اني انا كنت مريض. وهي اليوم شمست الدنيا زي ما انتم شايفين، طلع هاي فرخين ورا بعض، شايفينهم هذول؟ في فرخ، في كمان فراخ، وينهن؟ هاي فرخ قاعد باكل الابيض، في فرخ احمر بتهيألي انا، وينه؟ هاي فرخ احمر، هاي فرخ. عندي 5 صلاة النبي جاهزات 100%، 100% صلاة النبي. عندي 5 فراخ، 1 2 3، والاحمر 4، وفي واحد ابيض 5. صلاة النبي ما شاء الله. طبعا في اشي، في فراخ مفقسة هان، ايما فرخين ما شاء الله، كأني بتذكر في هان، ولا هدول كبروا؟ هدول كبروا تحت، ما بعرف اذا في او لا، خلينا نضوي مع بعض نشوف. كأنه هاي فراخ، اكتبوا لي بالتعليقات اذا هاي فراخ او لا. هون في بيض، هناك اكيد لازم يكون في فراخ. هاي في فرخين هان، ايه ما شاء الله، هذول يمكن الحراذين، ما بعرف. هاي هنا في بيض ما شاء الله، يعني الجواز شغاله يا اخوان، بس انا مش مهتم لها يعني، لاني ما بديش منها فراخ حاليا. تعبان هسه، بديش منها فراخ حاليا، فهو ايش؟ تاركهن على السبحانيه. خلينا نطلع على السطح نشوف شو في عندنا جديد. خليكم معنا، طلعنا الحمامات. طبعا يا اخوان راح نبلش نضغط الحمام هاي شوي شوي، يعني لفه ولفتين وثلاثه واربعه، انسى. هسه من هنا ورايح دعك دعك، بس دعك صبح، دعك يعني بالفضة، دعك في النهار. شيخ شلي هيو، هذا يا اخوان الازرق، اوبا ايش في، ما بين له صاحب. هي الطيره، فهو عشان الطيره راح اكشه ان شاء الله اليوم المساء، راح اكشه. شوف هيني قاعد بلوح لها الحمام، من هنا ورايح راح تندعك. اي ممنوع يكون في طير على الرفصه، الطير على الرفصه هذا بدناش اياه. طبعا عشان تكونوا عارفين، في 4 5 حبات هنا هم اللي مخربات الدنيا. التكلج الاسود بيطير بس انا مخليه شوي. اللاهور هذا تعبان هيو شوي، اللاهور هذا ناقص صماي ورداي. المك هذا بيطير لفتين وبحط، هذا بيطير لفت، لا هذا ما بيطيرش تمام. التكلجي بيطير بس انا ما بدي طير يغلبني، بدي طير انا طير يظل طاير معي، بديش طير يظل يلف لفتين ويحط. الاسطنبولي هذا بطير يا اخوان، هذا اخذته مش طير حمام بالمره، اشتروه 3 هذا الاسطنبولي، هذا قصته، اشتروه 3 تمام. الثلاثه يا اخوان ولا زبط مع اي واحد تمام، جبته عندي انا زقيته، ما بيض الطيره، ما بيض الطيره، كشيته طلع مش طير حمام، تركته دشر مع الحمام. هاي وين كان انت؟ ولا
كان على السور هناك مش مشكلة. كشيته مع الحمام ما رضيش يطير، تركته دشر بيناتها، صرت اكشكش الحمام وهو بيناتها، صار يفز يلف لفتين ويحط، يلف ثلاث لفات ويحط لحد ما زبط. ما بعرف شو ماله هسه. نحن رايح زي ما قلنا لكم يا اخوان، فيش مزح مع الحمام. طبعا في السيكي تبع حمزه النجداوي ما زبط معي بالكش كمان، هذا راح ارجعه عطيرته. وفي عندي سيكي ثاني بلف لفتين بدي اقلعه، وعندي منفاخ بدي اقلعه. عندي كم من حبه يعني ما بلزموني، ما بيطيروا معي منيح، بلفوا لفتين وبحطوا، هذول ما بدي يعني. زي ما قلت لكم بدي حمام تطير معي زي هيك زي ما انتم شايفين. نحن ورايح راح يصير في طحن. لانه حمام النهار دلعت كثير، وانا اصلا مش فاضيلها، بفلتها بطيرها لفتين ثلاثه وحطتها وبنزل، بضلني للعصر لما اطلع لها. يعني بتطير طول اليوم طول اليوم، اذا بتطير لها نص ساعه بعض منيح، فلا هيك ما بنفع. احنا لازم اول طلعه لنا نطيرها نص ساعه، اول ما نطلع على السطح تطير، تضلها طايره بعد ربع ساعه نص ساعه تحط، عشان برضو يكون عندنا حمام في النهار جامده، مش حمام مش مزبوطه. هاي النورق راكطه قطع، شوفوا خليه يقطع مش مشكله. شوف هذول تكلجي يو 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 يو، والبراملي والشو اسمه والسيلفر ارتخوا من الحمام، شايفين ليش ارتخوا؟ لانهم مش مضغوطات، فلازم نضغط. هسه احنا بنضغطهم 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق تمام، وبكره بنبلش محن كمان 5 دقائق، بعده كمان 5 دقائق، شوي شوي بتصير تسحب معك للعشر دقائق للربع ساعه، وبعديها ايش بتصير الحمام لحالها خلاص. اذا صارت تطير معك ربع ساعه لحالها في السماء امورك طيبه. هاي نورق راكطه رجع. يعني اخوان هذا قطع لما زهق، يعني خلص ختم ختم الحاره، فبقلقش عليها. هذا ما بقلق عليه، الطير اللي قطع وراح واجا ولبد عندك يومين ورد قطع تخافش عليه، لانه لو بده يروح او كشف مكانه كان روح من اول. هاي شايفينه قاعد بقيس طريق ممكن، قاعد بدور ممكن، بس بالنهايه لبد. شوف كيف هذاك المكبي حط، هذا المكبي كان يطير بالساعه. كان يطير بالساعة، بس يا عمي قلة الضغط على الحمام هاي تبعت الصبح أثرت. كينج هذا الشخشلي حبيبي، شوف كيف هذا طبيعي يا اخوان يصير، شايفين الحمام كيف صارت تعمل طبيعي جدا، لأنه الحمام مش مضغوطة. بدنا نرجع نضغطها إن شاء الله مع بعض. هذول يا اخوان أعطوني أسبوع، اليوم إيش الأحد. احمد وين هاشم؟ هاشم اليوم الاحد؟ الاحد اليوم اثنين، يعني للجمعه للسبت راح تلاقوا الحمام غير عن هيك، يعني مش حتصدقوا انه هاي الحمام اللي كانت اليوم. طبعا طبيعي جدا اي طير اي طير بالدنيا مش مدعوك راح يعمل معك هيك، مع الحمام هاي كانت مدعوكه صح، بس انا قصرت معها بصراحه. وهسه اجى دور انه نشتغل معها صح، نشتغل عليها بالاصول. يعني هاي هذا المطار ما بيعجبني، ما بيلزمني هذا المطار ما بيلزمني، عشان هيك بدنا نشتغل عليه وبدنا نظبطه. هسه بنريحها شوي بنرجع نضغطهن، كل شوي نرجع نضغطهن لحد ما يصيروا زي البولات على الصفره يفزوا. هذا كله يتروح نعمله مع بعض. طبعا احنا محتوانا تعليمي، واحنا قاعدين بنعلمكم شو قاعدين بنعمل مع الحمام، بنفرجيكم، نضحكش عليكم، نقعد نطحن في الحمام ونقول كل حمام من اول مطحونه، لا هاي الحمام قدامكم اغلبها واقع. شوف هذول يا اخوان بلشت لما طحنتهن بلشن. شوف انا بصراحه معكم اكون معكم صريح، من امبارح طحنتهن امبارح شوي تمام، كان عندي هاشم طحن لي اياهن صح. فايش شوي شوي هذول كلهن تلقى امورهم تمام، ولا شيء حتلاقي على الرفصه، اول باول حتلقاها كليتها بتزبط وبتصير امورها تمام. هاي زي ما انتم شايفين، خليكم معنا. شوف مع الطحن كيف لبست كل الحمام ما عدا الكلب هذا، هذا التكلجي والله العظيم على كيفه بده يطير التكلجي هذا، كيفه بيطير.
شوف الحمام وين صارت، هو الوحيد اللي بتهبل قاعد. هاي طلعت في العالي، خلاص ريح 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 ريح، الله يغزيك. شوي شوي يا اخوان الحمام هاي بتندعك اكثر فاكثر، بس انت ظلك اطحن عليها، ظلك اطحن عليها. ليش؟ عشان الحمام تاخذ ليونه تفتح نفس. شوف هات نزل من اخر الدنيا بده يحط. هاي التظهيره اللي زياده عليه منيحه كثير. ليش؟ ببلش تشد حيله، الحمام صارت تعرف هسه ما فيش مزح، ما في مزح، ما دام ما قرر انه الكشنه اول يومين بنغلبه، بعديها خلاص بده يمشي معك على نظامك، بده يمشي معك على نظامك اللي انت بدك تمشيه عليه. اهم شيء انك انت تحكم حمامك، مش انه حمامك يحكمك. انا بصراحه قصرت معها، هاي الالوان قصرت معها كثير يعني، قصرت معها كثير يعني، المفروض تكون مدعوكه اكثر من هيك، بس انا مقصر معها على الامانه يعني. هي حط البرامله، يلا خليها تحط هسه كلها هيك. احنا بنعمل معها بالتدريج شوي شوي، بتلقى الحمام كليتها زي الحلاوه صارت. ويه نوري اسود باخر الدنيا في العالي طالع. شوف يا اخوان بلشت تتنشط الحمام، شوف بس اطحنها، والله العظيم بس اطحنها، بس اعطيها هيك يوم كامل هيك، ثاني يوم بتفرجيك اللي انت بدك اياه وزياده. شوف هي ها، هسه انا ما بلوح، المفروض كلها تكفت صح ولا لا؟ هاي في ثلاثة حطن عاديات، هدول بكرة ما بحطن. هاي زي ما انت شايف عادي، هسه احنا بنحططها، بدها تحط تحط كليته مع الضغط بزبط، انه يعني حرام تضلها تلف لفتين وتحط ثلاث لفات وتحط، لازم تنضغط الحمام بصراحة. حطت حط المكبة، ايوه يا عين عليك يا عين عليك، راس واحد. طبعا يعني اذا بتلاحظ في اكم من حبه بنزلوا فاتحات تمهن، مع انه الجو براد يعني، بس هذا يا اخوان قل الضغط. بينما عندي هدول صلاه النبي عليهم، هدول اللي مجهزهم للموعد، راح احط لكم فقره الهن كمان، فقره الهن وانا بطحن عليهم. بلشت معهم طحن من جديد، اللي هو تقوي الجناح وفتح نفس، وهدول الثقله، فانا صرت اطحن الثقله مع هاي، وان شاء الله خير يعني، ان شاء الله الايام الجايه. طبعا هاي الخشش، هاي الخشه وهاي الخشه. هاشم الخشه اللي انت فيها، فيها مفاجاه ولا لا؟ فيها مفاجاه. فيا اخوان اكتبوا لي بالتعليقات، ركزوا معي ركزوا معي، اذا الفيديو هذا بوصل 2000 لايك والله العظيم لافرجيكم شو في بالخشه هاي، والله العظيم لافرجيكم شو في بالخشه هاي. الخشة هاي عشان افرجيكم اللي فيها بدنا 3000 لايك 4000 لايك على الفيديو هذا، وانتم حرين بعدين. يلا خليكم معنا اخوان، طعميت الجواز او الفحول، طلع جعان. طبعا ليش مجوحين يا اخوان؟ عشان ياكلوا العلف كامل. طلع صلاة النبي هالريحاني، صلاة النبي ما شاء الله. شوف الريحان الثاني، شوف السلفر صلاة النبي مسود مكاني، مسود سلافر يا جماله. ارجع ورا خليني اجيبك. مسود اسود جميل، طلع هذا وسطاني، هذا ريحاني وسطاني يعني مش 100% عشان تكونوا عارفين. شوف هذا العملاق. بالمناسبة قولوا لنا شو انتم بتقولوا له، في عندنا ناس بيقول له باذنجاني، في ناس بيقول له ريحاني، تمام، في ناس بيقول له شرابي، بس مش ظابط، مش راضي يوقف، بينزل خليه بس افرجيكم وقفته الصحيحة. طلع ما شاء الله، ابراش صراط. لك هاشم في معك حمام جديدة مالك؟ طب اشيره طلع هيو، هذا الصدناه جديد، هذا صدناه جديد الباكستاني يا اخوان ابو دنب، ومطلع طباشير جديد جبته من السوق، هاي نكاش جديد مطلعه.
شوفي جاي شيء يعني كان جاي شيء. طب روح امشي عليها طيرها كلها، ما تطيرش كل نص الحمام. يوه ايوه طير طير، اضربه بالعصايه يا زلمه، اضربه روح اضربه اضربه اضرب هذاك اضرب هذاك، توقفش عليه هيك سيبوش. ايوه 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 لا تخليه على الرفصه، لا تخليه على الرفصه، سيبك من موضوع انه يضل على الرفصه هذا الحكي. طب اشيل الطاير الجديد والباكستاني، هيو الباكستاني بدك تطير، طير كل الحمام، تخليش جزء منها حاطط وجزء لا، خلاص اللي حط حط خليه. انا معك انا معك. هاي باكستاني بس والله الباكستاني كلب غير يشرد. هاي الباكستاني في طباشير جديد شاري انا اشتريناه من السوق، هيو هسه فرجيكم اياه، هذا ما فرجيتكم اياه اصلا. طلع صلاة النبي العرجاني حسين. هاشم هذا العرجاني قد جبناه؟ بسبعة ولا بستة؟ سبعة كأنه، والله ما نعرف يا بسبعة يا بستة مش عارف. فحل ما شاء الله عليه، في المزادات بطلبوا فيه 90 و100 ليرة قاعد بصرف. هاي نحاسي صلاة النبي، هاي نحاسي كمان. اخوان اسمع الفهمان بس بربي نحاسيات وعراجمة، يعني اي واحد فهمان كشيش بدك تعرف عليه انه كشيش، اقل شي تلاقي عنده جوز نحاسيات او جوز عراجمة، لانه مخهم اضقى. طلع الباكستاني ما كملش ما تحملش، بس هذا عشانه جديد يا اخوان، هذا صدته جديد، تتذكروا لما صدته. النحاسي والعرجاني يا اخوان مخهم مخ زواجل، مخهم مخ زواجل عن جد. طلع هذا الطير الجديد، هيو ضربناه بس مطلع عجوع، ديروا بالكم لو انه شبعان والله ما بيضل. علف له علف له يا هاشم بلاش يشرد. طب اشير الجديد حط وينه على الارض؟ هاي الطباشير نص السطح صلاة النبي عليه، يطلع ولا بس اهبل ولا حبه يا هاشم والله ولا حبه. فك الشخشل يلا هاشم، بقول لنا فك الشخشل، الشخشل للصيد يا اخوان. جعان بس شوف وتاكد اذا جعان عشان نمسك عجوع. فك يلا فك اشكاله الشخشل هذا يا اخوان، حط عندي بالليل هنا الساعه بجوز 8 او سبعة بالليل، والله العظيم كنت قاعد بنظف بالسطح وشغال فيه، فيش مجال يعني شغال بالسطح وفيش ولا طير، وانه طب وانه بحط هنا الشخشلي. فك اشكاله فك 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 سحب سحب لا هي هي هاشم هي سحب 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 ولك هي هي سحب يا راجل اسهل يا زمت. ايوه هي قطعت ريشه سحب اسهل الله يقرفك. طب الارض نظيفه يا زلمه، فك اللزيقه فك احسن لك. طبعا يا اخوان الاشكال لزيقه الطير يا اخوان له اكثر من طريقه، في طرق كثير انك تخلي الطير ما ينقطعش ريشه زي هيك، ولكن انا كنت لما شكلته كنت متوقع انه يجي صاحبه ياخذه، فما بين له صاحب هاي نفلتنا. لا تخافش عليه له متنشر، له اسبوع متنشر، بس نزله على الارض خليه برضه يكشف. نحكي له انه في اكل هنا. تعي تعي هاشم هذا بده يغليها. هيو 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 غاد غاد خلاص، بس تشبعش الحمام الجديده كمان. الباكستاني نزل. هيو نازل. احنا ايش كنا راح نضيعه يعني، فاذا ضاع الله معه، احنا بالنهايه صايدينه يعني، احنا بدنا اياه اذا روح لصاحبه افضل وافضل. طيب حبايبي اخواني هيك وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى منك تحط لنا لايك اشتراك شير، يعطيكم العافيه والسلام عليكم. اذا ضاع الشخشلي بقول لكم ضاع، اذا ضاع الباكستاني بقول لكم ضاع، اذا ضاع الطباشير بقول لكم ضاع، بس ان شاء الله ما في شيء راح يضيع، خليكم معنا.